من منطقة القصيم، من المدينة الصناعية الأولى والتي تقع على مساحة تبلغ 1.5 مليون متر مربع، حيث تضم أكثر من 100 مصنع متخصص في مختلف الصناعات الوطنية ما بين منتج وقائم في مجالات مختلفة. ومن قلب المدينة الصناعية يقع مصنع الغماس للصناعات الكهروميكانيكية المتطورة، والذي يعد أحد أبرز المصانع على مستوى المنطقة، وهو الجهة المنفذة لمشروع وطني هو الأول من نوعه في المملكة من حيث التقنية، متمثلاً بمشروع توسعة ورفع كفاءة محطة تنقية المياه بالحميمة بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يومياً للمعالجة الابتدائية و50,000 متر مكعب يومياً للمعالجة النهائية، والمنفذ من شركة المتعهدون العرب، أحد أفرع مجموعة الغماس لمشاريع المياه. منذ أعوام والعمل على قدم وساق ليخرج هذا المشروع الذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم وأحدث ما وصل إليه العلم الحديث في معالجة وتحديث المياه باستخدام أحدث الطرق في تنقية المياه وتحليتها وبمراعاة المعايير العامة لمنظومة الصحة العالمية ومعايير وزارة الصحة والمياه بالمملكة، حرصاً على السلامة العامة وصحة الإنسان. وفي مصنع الغماس ولما يمتلكه من قدرات فنية وطاقات بشرية، يتم تجميع وتركيب التجهيزات الكهروميكانيكية للمشروع والتي تمثل الجزء الأكبر من القيمة الكلية للمشروع، حيث يعد المصنع وكيلاً لبعض الشركات العالمية. فبدءاً من تصميم وحدات المعالجة النهائية وتجميعها ومضخات الطرد المركزي المصممة لتغذية هذه الوحدات، وكذلك المضخات المخصصة لتغذية الفلاتر للمياه المعالجة بالمشروع، وانتهاءً بتجميع مضخات الطرد المركزي الأساسية للمشروع التي بدورها تقوم بضخ المياه الصالحة للشرب، والتي تصنع وتجمع وتجهز جميعها هنا في مصنع الغماس للصناعات الكهروميكانيكية في منطقة القصيم. وبعد تجميع تلك المعدات يتم تركيب ما سبق بموقع المشروع، حيث تجهز الخطوط الأساسية وملحقاتها داخل وحدات المشروع بانتهاء أعمال التركيب تمهيداً لانطلاق المشروع. احنا هنبدأ حضراتكم أدي فكرة عن المهمات الموجودة في الصالة ديت. أول حاجة قدامنا العشر مضخات الكبار اللي هم آخر مرحلة المفروض اللي يضخ المياه الصالحة للشرب إلى مدينة حائل مباشرة، وهي عبارة عن 10 مضخات ضغط مركزي تم تجميعها بالكامل في الصالة اللي احنا واقفين فيها، وزي ما هم موجودين قدام حضراتكم جاهزين للنقل للمشروع للتركيب في المشروع إن شاء الله. بعد كده عندنا الثمان وحدات بتوع المعالجة النهائية، دول بطاقتهم الإنتاجية 50,000 متر مكعب يوم، تم تصنيعهم بالكامل وتجميعهم هنا في الصالة اللي احنا موجودين فيها حضراتكم، ودي من الأعمال المتخصصة والدقيقة في المشروع وأهم مراحل المعالجة للمية في المشروع بالكامل، ومش الكتير متخصص في هذا المجال، والحمد لله ده منتج وطني كامل 100%. بعد كده عندنا عدد 8 مضخات ضخ مركزي، دي الثمانية موجودين لتغذية الثمان وحدات معالجة نهائية اللي اتكلمنا عليهم قبل شوية، ودول برضو تجميع كامل هنا في الصالة اللي حضراتكم موجودين فيها بالكامل، هيتم جاهزين للنقل للموقع وتركيبهم على وحدات المعالجة النهائية لتمهيدا للتشغيل المشروع إن شاء الله تعالى. بعد كده عندنا 9 مضخات طرد مركزي تم تجميعهم وتجهيزهم بالكامل هنا برضو في الصالة موجودين فيها، دي مضخات تغذية الفلاتر بعد خروج المية من مرحلة المعالجة الابتدائية. مخططات هندسية صممت لدراسة المشروع وتنفيذه بإشراف هندسي
على أفضل المستويات والتقنيات، وتصاميم متخصصة تراعي أعلى معايير الجودة العالمية لمحطة تحلية المياه وضخها وكيفية عملها وتحديد السعة الإنتاجية اليومية التقديرية للمشروع ليخرج المشروع بالصورة المأمولة والمنتظرة. ويتميز المشروع بسهولة استخدام مياه الشرب مباشرة عبر المنازل دون الحاجة لاستخدام وسائل تنقية وفلاتر منزلية أو تعبئتها من محطات خارجية، كما أنه يكفي لاحتياجات ما يقارب 750,000 فرد يومياً. شركة مصنع الغماس للصناعات الكهروميكانيكية المتطورة إحدى فروع مجموعة الشيخ محمد الغماس في المملكة. تأسس المصنع عام 1406 هجري في المدينة الصناعية الأولى بمنطقة القصيم، واستطعنا بفضل الله وحمده أن ننافس من خلال الصناعة الوطنية كبرى الشركات العالمية بمعايير عالية الجودة. المصنع يقوم بتصنيع وحدات الـ RO واللي هي التناضح العكسي، وتجميع وتصنيع أجزاء من المضخات، وتصنيع المعدات اللازمة للمشروع الذي سينطلق بمشيئة الله خلال الفترة القادمة في منطقة حائل، ليكون المشروع الأفضل في مجال تنقية المياه. من المدينة الصناعية الأولى بمنطقة القصيم، مصانع عملاقة متنوعة لدعم المنتج الوطني والصناعات المحلية، لتثبت أن الصناعة الوطنية ركيزة من ركائز النهضة ورؤية لمستقبل مشرق. ها هو مصنع الغماس بمشروع توسعة ورفع كفاءة محطة تنقية المياه، إنجاز تحقق بأيد وطنية منافسة لكبرى الشركات العالمية والمصانع العملاقة في العالم، ليكون مصنع الغماس نقلة نوعية في مجال تحلية المياه ونموذجا وطنيا مشرفا يحتذى به.